Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. My name is Ebad Ahmed. I am from Dubai. I am going to recite Azan and then some dua related to Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أذان کے بعد پڑھنے کی دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعسه مقاما محمودا الذي فأته وزشرك نتبال بحنك دعاء بسم الله الرحمن الرحيم وزو كبات كريوك بحنك دعاء أشهر وضو کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطہرین. مزید میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا مزید میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك مزيد سے نکلنے سے پہلے پڑھنے کی دعا اللهم اني اسالك من فضلك يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيان